FM. الكلمة ليك. أنا معنا بالتليفون سيد أسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي. صباح النور سيد أسعد. ألو. صباح النور سيد أسعد، مرحبا بك. أنت في المباشر على كابا فام شنهارك أسعد لي. تفضل. سلاسعد صباح النور ومرحبا بيك. نهار الأربعاء 6 أفريل باش يتم مقاطعة الدروس في الكوليج والليسي. دونك كان تحاول تفسر لنا سلاسعد القرار هذا اللي قلت حتى لين يتم الاستجابة للمطالب يعني المالية للأساتذة، وخاصة فما مطلب اللي هو إدراج السيرة الذاتية للزعيم حبيب بورقيبة نظن في ذكرى اللي هي نهار 6 أفريل بيان سور من كل عام في ذكرى وفاته، اللي القرار هذايا ما تمش ترحيب به يعني من طرف الأساتذة. كنت حاول تفسر لنا التفاصيل هذه سي لاسعد. اولا لم يتم الترحيب به من طرف المدرسين. احنا انتم كنت تقولوا ان احنا نقابة المدرسين، احنا نعبروا على موقف المدرسين من خلال هذه كلمة النقابية المنتخبة. اثنين، انه هذا القرار اللي اتخذناه يعني جاء على خلفية خلال وزارة التربية بجملة من التعهدات بين وزارة محاضر جلسات، وهي ليست المرة الاولى يعني المتتبع للاحداث منذ امضاء اتفاقية 6 ابريل 2015 يلاحظ انه بداية السنة الدراسية كانت متعثرة بسبب عدم صدور الاوامر، واضطر الى قرارات نظامية، كان هناك تعليق العودة المدرسية اذا كنت تتذكروا، وبهذا القرار تم اصدار الاوامر، ثم مررنا الى التطبيق الفعلي واضطررنا الى تعليق الامتحانات في الفترة الاولى والتهديد والتلويح بتعليق الامتحانات لكي تستجيب وزارة التربية ويتم تنزيل النتائج ويتم فتح المناظرات. الان امضينا معهم يعني محضر جلسة دقيق وفي كل التدقيقات وفي كل يعني التواريخ والمراحل متاع التنفيذ يعني أمانة نقابة التعليم الثانوي عندما كانت تتفاوض في هذا في محضر الجلسة هذا وفي هذه التواريخ هي التي أصرت على تمديد الآجال، لأن كانت تعرف أنه الآجال التي تقدمها وزارة التربية هناك إمكانية لعدم احترامها، ولأجل أن تفهم احنا كنا مرنين ومددنا في هذه الآجال واعطيناهم آجال أكثر مما طلبوا حتى نسقط في ما سقطنا فيه. الآن مرة أخرى وزارة التربية تجرنا إلى عدم الالتزام مرة أخرى، هناك عدم التزام بإصدار النتائج الترقيات الدفعة الأولى، وهناك عدم التزام بإنتاج نتائج ترقيات بالنسبة للمدربين، هناك إخلالات كبيرة في المستحقات المالية للمرتقين في الدفعة الأولى، إخلالات بالجملة ناتجة عن الإهمال وناتجة عن كثير من الأخطاء اللي يفترض انه يعني لا يكون موجوده في هذه الترقيات. واعتقد انه الزج يعني ب قضيه ادراج سيره الرئيس تحديد برجيبة بهذه الصفه وبهذه العقليه، اعتقد انه توجه خاطئ. أنا هي العقلية اللي تحكي عليها سي لاسعد؟ يعني عقلية أن النقابة هي ضد الرئيس، ضد سيرة الرئيس بورقيبة ومعادية إلى غير ذلك. فأنا أعتقد أنه ما كتب وما صرح به من هنا وهناك يعني مجانب كثيرا للحقيقة. ما حدث هو أنه وزارة التربية أصدرت منشور تطلب من المدرسين تخصيص ساعات تدريس بالنسبة للتاريخ والجغرافيا وبالنسبة للتربية المدنية، تخصيص ساعات تدريس يوم 6 أفريل للحديث عن سيرة الرئيس تحديد بورقيبة. نحن قلنا أنه كنا واضحين، نحن نرفض أن يتم التعاطي مع الشأن التربوي بهذه الطريقة، يعني بطريقة المناشير وبطريقة بطريقة المناشير المسقطة وإدراج يعني محاور ايا كانت اهميه هذه المحاور خارج السياق العام للبرنامج. قلنا انه تاريخ تونس وحقبه بورقيبه او غيرها من الحقبات، هذا تاريخ تونس ملك للتوانسه حاضرا ومستقبلا، ولا اعتقد انه هناك عاقل يعني يطلب عدم ادراج فترات تاريخيه مهمه في تاريخ البلاد ضمن برامجنا الرسميه ندرسها برؤيه نقديه وندرسها من اجل المستقبل ونستفيد منها في المستقبل. فاعتقد انه الذهاب الى المنحه هذا يعني ذهاب خاطئ ولا علاقه له بما كانت تريده نقابة التعليم الثانوي. نقابة التعليم الثانوي قالت أهلا وسهلا بإعادة النظر في تاريخ البلاد بإدراج كل الحقبات التاريخية للبلاد وتدريسها تدريس يعني برؤية نقدية وبرؤية علمية وبرؤية نستفيد بها من في المستقبل، ولكن ضمن إصلاح تربوي شامل ضمن برامج ومناهج يعني يعمل المدرسين وفقها. كابا فن. الكلمة ليك.
كيل ملك.